السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ بقصة صغيرة وبعد كده ندخل في الموضوع. قصة صغيرة هتلاقيها مرة عن شيخ سني، ومرة عن معمم شيعي، ومرة عن مسيحي، ومرة عن يهودي، ومرة عن بوذي. بس هي فكرة واحدة، فكرة إن في قرية، القرية دي كانت معرضة لفيضان، فبدأ الجيش يروح عشان ينقذ الناس، فكل الناس خرجت معاه ما عدا رجل الدين دوت أيا كانت الدينة بتاعته. فقالوا له يلا تعالى اركب معانا الميكروباص، قال لهم لا مش عايز، انا واثق ان ربنا هينقذنا. بعد شويه الميه زادت شويه، فبعتوا له الاسعاف وبعتوا له قوات خاصه، قال لهم لا مش عايز. بعد شويه الميه زادت كبير مش قادرين يدخلوا، فبعتوا له مركب، قال لهم لا انا واثق ان ربنا هينقذنا. وكان رجل الدين ده حاجه كبيره عندهم، فبعتوا له طيار هليكوبتر لما الميه كترت قوي، يلا قال لهم لا انا واثق ان ربنا هينقذنا. فغرق يعني. فيوم القيامه بيقول لهم انا كنت واثق ان ربنا ينقذني، ازاي ما انقذنيش؟ قالوا ما هو ربنا اللي بعت لك العربيه الاسعاف، وهو اللي بعت لك المركب، وهو اللي بعت لك الطياره الهليكوبتر، وهو بعت لك كل اساليب النجاه. انت مصر ان انت يعني ايه ما تاخدش بالاسباب، ومصر ان يجي لك ملاك بجناحين وياخدك ويشيلك ويوديك في جبل. كان في برضه ممكن نقول ان لو في واحد مسلم، واحد مسيحي، واحد يهودي، واحد بوذي موجودين في مركب، والمركب وقعت بيهم، مين اللي هينجو؟ اللي بيعرف يعوم، اللي بيعرف يعوم هو اللي هينجو، واللي هياخد بالاسباب. فلذلك احنا لازم ناخد بالاسباب، ومفيش دين بيقول لا تبيعوا، ما تاخدوش بالاسباب، ويعني وكلكم عندكم خوارق، ومجرد ان انت تعمل حاجه معينه خلاص دي تنجيك من اي حاجه خالص. مفيش دين بيقول ان حاجه معينه تمنع الامراض والفيروسات والحاجات دي، مفيش حاجه زي كده. ممكن تحس ان في بعض الحاجات خوارق، بس احنا امرنا ان احنا ناخد بالاسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ولما مرض سعد بن ابي وقاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم زاره وهو شفى من المرض دوت، قال لهم انا عايز دكتور كويس. مين الدكتور الكويس؟ الحارس بن كلده. الحارس بن كلده ده كان موجود في سقيف، وهو كان مشهور بالطب، وفي بعض العلماء والتراجم حطوه ان هو من صحابه، بس انا ما لقيتش خبر بيقول ان هو اسلم. فانا لا يعني ما اعتقدش، يعني ما فيش خبر اكيد ان هو اسلم. هو كان موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام امره ان هو يطبب سعد بن ابي وقاص، فراح وعمل له المرض بتاعه واداله حاجه معينه فخف وشفى والحمد لله. تمام. فالرسول عليه السلام قال لنا ان احنا ناخد بالاسباب، وان انت بتقول اذكار، وان انت بتعمل كل حاجه وبتدعو الله، ومفيش اي مشكله خالص ان انت تاخد من ناحيتين، يعني تسأل الله شفاء، وان انت تروح تاخد العلاج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من المكذوب فرارك من الاسد، فر من المكذوب فرارك من الاسد. يعني لما تلاقي اي حد عنده جزام حاول انت تفر منه، اي حد عنده مرض بتحاول انت تبعد عنه. طب هل في الاسلام، وبعد كده هنشوف حاجات في الاديان الاخرى، هل في الاديان في الاسلام كان في طاعون؟ عشان احنا نبدا نشوف المسلمين اتعاملوا معاه ازاي. كان في طاعون مشهور قوي اسمه طاعون عمواس، وده كان امتداد لطاعون مشهور جدا في التاريخ اسمه الطاعون جستيان. ده كان طاعون مشهور، وطاعون عمواس ده كان سنه 18 هجريه 740 ميلاديا بعد فتح بيت المقدس، مات فيه كثير من الصحابه، منهم معاذ بن جبل، ومنهم ابو عبيده بن الجراح، وسهيل بن عامر، وضرار بن الاوزر، وابو جندل بن سهيل. طيب الفكره كلها عمر الخطاب كان رايح ومعاه الصحابه، فقالوا لا ده في طاعون هناك، هو ما كانش يعرف ان في طاعون، فراح نعمل ايه؟ فاجتمع مع الصحابه. طب ما قالش لا احنا ما بنخافش، واحنا هنروح وهنقول بس بسم الله، واحنا مسلمين، الطاعون هيخاف مننا والحاجات دي كلها. فلا سال الصحابه قال لهم ايه اللي حصل؟ فقال له احنا عندنا حديث ان لو في اي طاعون ما ندخلش وما نهربش، اللي موجود في بلد فيها الطاعون نخش منها، واللي موجود في مكان بره البلد دي حرام ولا يجوز ان هو يدخل خالص. وكان سيدنا عمر الخطاب كان عايز يستنقذ ابو عبيده بن الجراح،
وعارف ان ابو عبيده مش هيخرج، فبعت له قال له السلام عليكم ام بعد، فانه قد عرض لي لك حاجه، انا عايز اقول لك حاجه، فتعالي لو لقيت اول ما وصلت جوه تعالى. فابو عبيده عارف ان عمر بن الخطاب عايز يستنقذه، فراح قال يغفر الله لامير المؤمنين، وراح كاتب له انا عارف انت عايز ايه، وانا موجود في جند المسلمين وانا ما اقدرش اسيبهم حتى يقضي الله. فلما عمر الخطاب قرا الكتاب فقال له ايه ده ابو عبيده، قعد يبكي. فالناس قال له ابو عبيده ان الجراح مات، قال لهم كانه قد مات. وبعد كده فرح بعت له قال له طيب انت موجود في حته واطيه شويه، خد بالاسباب واطلع لحته مرتفعه شويه، واطلع لحته تكون مكشوفه للشمس، حته يكون فيها هواء اكتر. فابو موسى اول ما جاله الجواب ده قال له ماشي، فطلعوا لمكان مفتوح شويه، وبدا الناس يعني كل واحد يبقى موجود في مكان بيخش فيه يعني كهف كده ويقعد فيه، لان هما زي عزل صحي بالمصطلح العصر بتاعنا، كل واحد فيهم راح دخل كهف بعيد عن الناس. لما بيصلوا كل واحد بينهم مسافه متر او حاجه زي كده، وخدوا بالاسباب. فقعدوا فتره كده اسبوع اسبوعين الله اعلم، لحد ما المرض يعني مشي تماما وانتهى المرض ده. فهي دي الفكره، ان الواحد بياخد بالاسباب، وفي ناس كتيره ماتوا في الطاعون دوت، والحمد لله ان هم ربنا الهمهم ان هم ياخدوا الخطوات ديت، ان هم يروحوا المكان مفتوح، ان هم يروحوا المكان يكون في شمس، ان هم كل واحد فيهم يقعد في مكان لوحده، ان هم ما يقعدوش يسلموا على بعض ويحضنوا بعض والحاجات دي كلها. لان في الفتره ديت اصبح في جهل كتير، فالناس فاكره ان العلم ضد الدين، وهنتحدى وهنثبت لهم، وكل واحد في الطائفه بتاعته بيقعد يقنعهم بكده، سواء بقى شيخ سني، سواء شيعي، سواء مسيحي، سواء يهودي. بتلاقي في بعض الناس بتقول لا هنعمل كذا. طيب احنا يعني كالاديان كلها من ليس لك ان تجرب الرب، زي ما جه في العهد الجديد، انت ما ينفعش ان انت تجرب الاله. الشيطان خد يسوع وطلع بيه فوق الجبل وقال له لو انت مؤمن بربنا ارمي نفسك، فراح قال له انا ماليش ان انا اجرب الاله، الاله هو اللي جربني، هو اللي حطني في امتحان انجح فيه او ما انجحش فيه، انما انا مش هرمي نفسي واجرب. للاسف شفنا فتاوى عجيبه جدا، ويعني انا مش داخلين بقى في انهي دين افضل او نقعد نخش في مناظرات، لا، بس اللي حصل كالاتي. اكثر دولتين بعد الصين، لان الصين الاساس اللي ظهر فيها المرض، كانت ايران وايطاليا. واغلب الناس عشان ان في ايران قال لك لا ده اما في مرض يبقى احنا نجتمع في مكان مقدس، في مثلا اماكن مقدسة او فيها حاجات كده، ونقعد نقبل الحاجات المقدسة ديت. وفي العراق واحد طلع اللي هو السماوي قعد يقول لك لا الحاجات دي ما فيش حاجة اسمها حاجات صحية، ونتحدى وهنقعد نقبل ونلحس الحديد بتاع الاماكن المقدسه عندنا، ولا ما ينفعش ان احنا نلبس الكمام واحنا داخلين المسجد، او ما ينفعش ان احنا ما نقبلش شبابيك الايمان، بمعنى لان في ناس كتير بيقبلوا قبليه وبعديه. فالكلام ده ادى لانتشار المرض. مفيش حد يقعد يراهن ويقعد يجرب ربنا او يجرب الاله بتاعه. تمام، عندك ايمان بالاله دي حاجه كويسه جدا ما شاء الله، يا ربنا يزيدك، بس ما تقعدش تجرب، ما تقعدش تخاطر، احنا كلنا في مركب واحد، كلنا لازم يعني نسمع كلام الاطباء وكلام الدكاتره وكلام الناس ديت، وهم دول بيقولوا لنا ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل. ما ينفعش ان احنا نضرب بكلام اهل العلم الحائط، لان مثلا في مصر عندنا في الارثوذكس في تناول، فالتناول بيبقى بنفس المعلقه. طيب مفروض في بعض الكنائس في بريطانيا مثلا هو ارثوذكس وكل حاجه، قال لك لا هتبقى في كل واحده في معلقه خاصه بيه وكوبايه خاصه بيه، ونحافظ على بعض ونحافظ ان مبقاش فيه انتقال الامراض. لا قالوا هنلغي الكنيسه ولا قالوا هنلغي الدين ولا حاجه خالص، هو قالوا بس ان احنا نحاول نحمي انتقال المرض، نخلي المرض نقدر نسيطر عليه. وكذلك في اسرائيل، المرض بقى منتشر هناك، فقال لك موضوع بقى الحجر الصحي
خلاص بلاش تيجوا بكترة في الأماكن الدينية، قللوا العدد مثلا 20% و10% زي ما بقيت الأماكن بتعمل، مش عايزين زحمة فالمرض بيرتقي، عايزين نعدي الشهر الأسبوعين دول على خير. هما أسبوعين لو قعدنا في البيت والتزمنا وممكن تقعد في البيت طول الأوراق بتاعتك، سواء مسيحي سواء يهودي سواء مسلم شيعي سني أيا كان، تقعد تعبر عايز تروح المكان العبادة بتاعك مفيش أي مشكلة خالص، بس تراعي الكلام الأطباء في عدد، في إن أنت ما يبقاش عدد كبير موجود، إن أنت ما تمسكش حاجة حد مسكها قبليك، خد بالأسباب، الكمامة معاك، المعقم، الحاجات دي كلها بحيث إن المرض ما ينتشرش. لو أنت الدنيا بتاعتك فيها سجود بتاخد السجادة بتاعتك معاك على أساس ما تتنفسي حاجة يكون فيها فيروسات، تمام. وبالمناسبة في الحمامات العامة والحاجات دي بتلاقي تنشيف بالورق وتنشيف بتنشيف ليه، أنا بتكلم على ليه، وتنشيف بالهواء، فالهواء ده بيجمع الهواء اللي في المكان ويضخه، فده ممكن يسبب انتقال أساسي للأمراض. عشان كده احذروا الموضوع دوت وخلوها بالورق. الموضوع مش مناظر بين الأديان ولا نسبة أنهي دين الأصح ولا نسبة، لا كل دين وكل طائفة فيهم ناس كويسة وفيهم ناس اللي هو عامل الدين نفسه او النبي اللي عمل اللي وصل لنا الدين هتبرأ منهم يوم القيامه. يعني في ناس كويسه جدا وفي ناس سيئين جدا في كل ديانه وكل شعب وفي كل مكان، هتلاقي فيه الكويس وفي الوحش، فيه اللي يساعدك على انك تتقرب من ربنا وفي اللي يبغضك ويبعدك عن الطريق. فانت عندك ربنا اداك العقل تميز وعندك العقل ان انت تاخد بالاسباب وان انت تعمل تستشير الناس وتستشير اهل العلم وتستشير العلماء ازاي ان احنا نقضي على المرض، وازاي ان احنا يعني لما يكون في مرض موجود بنحاول ان احنا نقلل الكثافه، انما لما يكون مثلا في مشكله وكده بنقرب في الجامع وبنقعد كلنا ندعو او في الكنيسه او في اي دور عباده بحيث ان احنا بندعو ربنا ان يشفع عننا مثلا المشكلة دي. بعد في الأمراض احنا هنقرب هتنقل، بالذات لما يكون مرض معدي أو مرض بينتشر بسرعة، مرض لسه ما لناش علاج لسه، أكيد 100% رحمة ربنا إن هو هيكتشف علاج ليه قريب، ممكن النهاردة ممكن بكرة، بس ناخد بالأسباب وما نحاولش إن احنا نجرب ربنا نقول لأ ده أنا همسك الحاجات دي وبقوة النبي بتاعي أو بقوة كذا هخف. لان يعني في احاديث كتيره او في ايات كتيره في القران وفي الانجيل وفي كل الكتب بتقول لك ما تجربش الله بتاعك، ما تحاولش ان انت تختبره، ما تفتكرش ان انت هيجيلك الفيروس وهيمشي لما يعرف ان انت مؤمن بالاله الحق، لا خد بالاسباب. والناس كتيره بتموت بالامراض لسه ما لهوش علاج، عايزين نسيطر عليه، عايزين قدر الامكان ناخد بالاسباب. زي ما احنا وقفنا الدراسه ومش وقفنا الدراسه يعني هنلغي غير التعليم والغير كذا، لا بنحاول ان احنا نلغي التجمعات، فاحنا برضو بنحاول نلغي التجمعات في المساجد وفي الكنائس لحد ما الامور تعدي على خير. دي مش محاربه للدين ولا دي ضد الدين ولا علمانيه ولا حاجه خالص، هو اسبوعين بتحاول تعبد ربنا او تعبد الاله بتاعك في مكان منعزل، مكان في البيت، بتحاول في الفترة دي تقرا في الكتاب بتاعك بشكل أقوى، تتعلم الدين أكثر، تستغل الفرصة دي إن أنت بتروحش الشغل إن أنت تزود الإيمان بتاعك، تزود العلم بتاعك، تعبد ربنا وأكتر، بس ما تروحش تجمعات أو ما تلمس حاجات ناس كتير لمستها قبليك وتقول لأ ده في بركة أو في حاجات ديت، ما تختبرش ده بتاعك. و اللي عايز يشن تحت كل واحد عايش شويه، بس مفيش مشكله مفيش مشكله، انا اللي انا مهم بيه بقول. السلام عليكم.